كل شيء اليوم يمشي حسب الخطة، يعني ما لازم يصير ولا أي غلط صغير. بتمنى يصير يلي بدنا اياه. ماما سيدهارت، حضرت كل اللي طلبته مني. أنا بوثق فيك ومتأكدة إنك رح تنجح ورح يكون كل شيء منيح. إيه روشني، وأنا متأكدة إنه أنتوا رح تنجحوا. ديروا بالكن على حالكن منيح. طيب أنا رح جهز حالي وروح. بس سيدهارت، انهي هي اللعبة وارجع مثل الأول، لأنه أنا ما بقى فيي يكون بعيدة عنك، وكمان مو متحملة شوفك مع مرة تانية غيري، وفوق كمان مع عدوتي يا سيدهارت. أنا إليك وبس يا روشني. سيدهارت وروشني الموت ما بيقدر يفرقون، ولا حتى شبنا. انتبه على حالك، لأنه إذا هي المرة بيصير لك شي مانو منيح رح موت حالي. سيدهارت روشني، شو هاد اللي عم تقولي؟ ما بدي اسمع هالحكي منك، ورح تشوفي هلأ مين رح ينتصر.